هاي صباح واحد البناء مو؟ احنا نشكرك على هذا. لا نشكرك بالعكس. لا هو موقفك مشرف. الله حوايه. ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. يتفضل الشيخ. صباح الشيخ غازي الحنش. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. مشايخنا الكرام كل حسب اسمه وقدره الكريم. التاريخ يذكر سيرة الطيبين وتبقى إلى المجد أم وأب وإكليل حب لخير الأمم. أجمل تحية في حضور سمو الشيخ صباح غازي الحنش. لبوال جابتك ترهب بطاريها ما شفت غيرك صاحب للزعامة يوق. هلين دارتوه للكتيبة الزرقاء يحاول أن يستفتح شرط ربارة تروبيون الأهداف. عادة كرة الآن لخط الدفاع لصالح فريق. بهذا اليوم تم افتتاح بطولة شهيد صلاة الجمعة الأمير غازي الحنش، ومن هذا المنبر شاهد الناس المجتمعين نطلب من عندهم ونطلب من الحكومة المركزية إنشاء مركز رياضي في ناحية القوير لاستيعاب هذه الشباب المتواجدين في هذه المنطقة، ومن الله التوفيق. كيف شفت الجمعية المنطقة؟ يسعدنا هذا اللقاء الموجود ويسعد كل الناس الشباب المنسجمة والروح الرياضية لديهم. اليوم الناس تناشد الرياضيين المنطقة بافتتاح مركز الشباب في ناحية ساعين كل الجهد إن شاء الله على الحكومة المركزية ووزير الشباب بأن مطلب الجماهير أن نسعى إلى تحقيقه إن شاء الله، وإحنا مستعدين إضافة لهذا أن ندعمهم من دعمنا الخاص المالي من عندنا والمعنوي. حضرنا اليوم افتتاح بطولة الشهيد صلاة الجمعة الشيخ غازي الحنش في ناحية القوير. هذه المباراة حضرها جمهور غفير، حضرها مسؤولين الناحية الموجودين في ناحية القوير. شكرا لكل القائمين على هذه البطولة التي من أثرها اكتشاف المواهب في الأقضية والنواحي المتواجدة في محافظة نينوى. مدير شباب ورياضة نينوى اليوم تدعم كل هذه المواهب وتدعم كل هذه الفرق الموجودة في الناحية. تمنياتنا لكل القائمين على البطولة بالتوفيق والنجاح. شكرا للقوات الأمنية اللي كانوا متواجدين، شكرا لكل المسؤولين اللي كانوا متواجدين في ناحية القوير لدعم القطاع المهم ألا هو قطاع الشباب والرياضة. اليوم يجب أن يكون اهتمام كبير لقطاع الشباب والرياضة ليس في مركز قضاء الموصل حسب، وإنما كافة الأقضية والنواحي الموجودة في محافظة نينوى. اليوم حضرنا مع سمو الأمير صباح غازي الحنش بافتتاح بطولة شهيد يوم الجمعة الأمير غازي الحنش رحمه الله وجعل الجنة مثواه إن شاء الله. اليوم قام سمو الأمير صباح غازي الحنش بحضور كبير من شيوخ وجهاء وجهاء العشائر المنطقة في ناحية القوير في قرية الهويرة بافتتاح البطولة متكونة من 64 فريق، وتم بإشرافه وتقديم الهدايا ومن ضمن البرنامج اللي قام بتكريم هدايا لحفاظ القرآن في ناحية القوير. ونشكر سمو الأمير على هذه المبادرة والاهتمامه في فئة الشباب ودعمهم وتطوير الروح الرياضية لكل شبابنا في محافظة نينوى وفي أربيل. ونشكر وكما نشكر كل من ساهم في هذا المكان والمنظمين من كل عشائرنا وأخوتنا الأكراد، بارك الله بهم ونعم منهم. ونشكر وأرجع وأكرر أشكر الأمير صباح غازي الحنش على هذه المبادرة والأمير صداع غازي الحنش
والأمير غازي راكان صباح غازي نهز دعمهم لفئة الشباب. استمرارا للبطولات الناجحة في الناحية، نتمنى أن تكون هذه البطولة على تم النجاح إن شاء الله، وخير ما يدعمنا لنجاح هذه البطولة هي اسم البطولة اللي تحمل اسم الأمير المرحوم شهيد صلاة الجمعة الشيخ غازي الحنش، والأكثر دعما هو الشيخ صباح الغازي الحنش.